إذن نقرأ فيما يدور حول العالم من عمان. هذه المرة ينضم إلينا أحمد عزام، محلل الأول أسواق المال في مجموعة إيكويتي. أهلا وسهلا بك معنا سيد أحمد. ودعنا نبدأ بكندا التي تترقب يوم الغد بيانات التوظيف هذه المرة، والتي تشير التوقعات ربما بانحسار من 104 ألف إلى 15 ألف مع تراجع معدلات البطالة. كيف سيؤثر ذلك على الدولار الكندي؟ صباح الخير. بكل تأكيد سوف يتم إفراج قطاع الوظائف أو تقرير الوظائف من كندا يوم الجمعة. من متوقع أن يكون أو يسجل قطاع الوظائف بعض التضيق بالنسبة للأرقام. البطالة قد تسجل ارتفاعات، التغير في التوظيف قد تسجل بعض الانخفاضات. بالتالي أرقام الوظائف الكندية في الفترة الماضية كانت على ما أعتقد أنها قد تسجل بعض التراجعات، تراجعات سلبية. البطالة قد سجلت بعض الارتفاعات، لكن كما يقول بنك كندا أو كما أكد بنك كندا أن لا تزال أرقام البطالة تعتبر ضمن الأرقام أو ضمن الرينج الطبيعي أو ضمن المعدلات الطبيعية بالنسبة للقطاع الوظائف. أرقام التضخم من كندا كانت قد سجلت انخفاضات في الفترة الماضية، بالتالي أرقام الوظائف لو جاءت سلبية مع أرقام التضخم المنخفضة قد تعلو أصوات إمكانية توقف أو إنهاء دورة تجديد السياسة النقدية بالنسبة لكندا. كما قد طاح بنك كندا في الفترة الماضية بأن أرقام التضخم كانت قد سجلت انخفاضات، الذروة كانت قد وصلت إلى نهايتها بالنسبة لأرقام التضخم. قطاع الوظائف كان قد سجل بعض الأرقام الإيجابية، بعض النشاط، فبالتالي قد يتجه بنك كندا إلى إمكانية التوقف لعملية دورة تجديد السياسة النقدية في الفترة القادمة. بالتالي لو جاءت الأرقام سلبية بالنسبة للدولار الكندي أو بالنسبة لقطاع التوظيف يوم الجمعة، قد يدفع ذلك بتأثير باتجاهات سلبية بالنسبة لتداولات الدولار الكندي يوم الجمعة. نعم أحمد، يعني بكل تأكيد مع عودة الانفتاح لتاني أكبر اقتصاد في العالم بالنسبة للصين، ونعم نترقب أيضا يوم غد بيانات التضخم، برأيك كيف ستكون متوقعة هذه البيانات، خاصة أنه في شهر يناير كان عندنا إجازة رأس السنة الصينية، فهل متوقع أنه تكون أرقام عالية جدا مثلا، ونلاحظ فيها كيف راح يكون انعكاساتها أيضا على تحركات الأسواق؟ نعم سري، أتوقع يمكن بتوافقين الرأي أنه الصين وكأنها بمعزل عن الاقتصادات العالمية، بالرغم طبعا من القيود الصارمة اللي قد سجلتها في الفترة الماضية في مكافحة فيروس كورونا. أرقام أسعار المنتجين كانت ضمن الأرقام الجيدة، مؤشرات الصناعات كانت قد سجلت ارتفاعات، أقصد هنا النشاط الصناعي سجل بعض الارتفاعات، بعض التعافي هنا بالنسبة لاقتصاد الصين. أرقام أسعار المستهلكين أو أرقام التضخم قد تسجل ارتفاعات جراء الانفتاحات أو عودة الانفتاحات للاقتصاد الصيني. شنغهاي على سبيل المثال عندما سجلت الإغلاقات في الفترة الماضية مع نهاية عام 2022 أقصد هنا، كانت قد سجلت بعض الدفع السلبي بالنسبة للمؤشر نفسه، لكن مع عودة الانفتاحات قد يعيد بعض النشاط التجاري، النشاط الاقتصادي بالنسبة للاقتصاد الصيني. فبالتالي الأرقام أسعار المستهلكين لو سجلت ارتفاعات إلى فوق مستويات 2% سوف يبقى المؤشر على بعد 1% بالنسبة لهدف الحكومة الصينية. فبالتالي على ما أعتقد أن الصين لا يزال لديها الوقت لمتابعة السياسة النقدية، ممكن حتى تأجيل موضوع أو تأجيل تخفيض أسعار الفائدة في الفترة القادمة بالنسبة للصين لو جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين ضمن الرينج المتوقع، ضمن المعدل المتوقع عند 2%. سيد أحمد، يعني كما تعلم الجمعة يوم الغد مليء بالبيانات هنا وهناك في كندا، وننتقل إلى المملكة المتحدة أيضا بريطانيا التي تنتظر غدا أيضا بيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP، والتوقعات تشير إلى انكماش ربما في عجلة الاقتصاد البريطاني على المستوى الشهري أو حتى على المستوى السنوي. يعني التوقعات تشير بتراجع من 1.9% إلى 0.4%. في ظل الرفع ومواصلة بنك إنجلترا رفع معدلات الفائدة، كيف يكون وقع كل ذلك على الجنيه الاسترليني؟ نعم، طيب الجنيه الاسترليني على ما أعتقد تحت الضغط السلبي في الفترة الماضية. يمكن أن متفقين تماما بأن الركود
في طريقه أو الركود حاليا في المملكة المتحدة لا مفر منه، لكن عمق الركود يبقى السؤال، هل عمق الركود سوف يستمر لفترة زمنية طويلة أو سوف يتم إزالته مع مرور الوقت، مع إزالة حتى الأسباب التي أدت إلى هذا الركود أو أدت إلى انخفاض الناتج الإجمالي المحلي؟ لو نظرنا إلى أرقام أسعار الغاز على سبيل المثال، قد سجلت انخفاضات. الطقس أو كما يلقبونه بعض الاقتصاديين الأوروبيين الطقس المعجزة حاليا في الشتاء، نظرا لأن يعتبر الشتاء دافئ لحتى الآن، مما أدى إلى الضغوط التضخمية أو انخفاض بعض الضغوط التضخمية على الاقتصاد البريطاني. الاقتصاد البريطاني كان قد سجل انخفاضات بالنسبة لأرقام التضخم، لكن لا تزال أرقام التضخم مرتفعة جدا، 10.5% أو كما يقال دبل ديجيتس بالنسبة لأرقام التضخم وأشهر أسعار المستهلكين البريطاني، بكل تأكيد أرقام مرتفعة جدا، بعيدة كل البعد حتى عن مستهدف بنك بريطانيا. بالتالي أرقام ناتج الإجمالي المحلي لو جاءت سلبية فعلى ما أعتقد أنها من ضمن المتوقع، من ضمن حتى ما يتوقعه بنك بريطانيا، نظرا لأنه بأكثر من بيان له كان قد ذكر بأن الركود حاصل لا مفر منه بالنسبة لبريطانيا، لكن عمق الركود يبقى السؤال عليه ويبقى الخطين للتركيز عليهم في الفترة القادمة. فلو جاءت أرقام الناتج الإجمالي المحلي ضمن الأرقام السلبية على ما أعتقد أنها سوف تضغط على الجنيه الاسترليني بشكل سلبي، استمرار التداولات بالنطاق السلبي بالنسبة للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي واردة جدا في حال لو جاءت الأرقام بشكل سلبي يوم الجمعة. شكرا جزيلا لك أحمد عزام، محلل أول أسواق المال في مجموعة إكويتي، كنت معنا من عمان.